السلام عليكم ومرحبا بكم في مقطع جديد تلخيص انمي لعبة الاوتومي الحلقة الثالثة. وقبل البدء اريد ان اخبركم انه تم تفعيل ميزة الانتساب لمن يمكنهم ذلك، وسوف تستفيدون من بعض المزايا كملصقات التعليق الخاصة بكم وتلخيصات انمي حسب طلبكم والكثير من الاشياء الاخرى. وبدون اطال عليكم، خلوا اللايك للمقطع والاشتراك في القناة لتصلك الاجزاء القادمة، واهم شيء صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. ويلا بينا تبدأ الأحداث مع الأمير وهو يحقق مع أنجيليكا بسبب ما حدث مع ماري، بحيث تم حرق حقيبتها وبعض الكتب الخاصين بها، وهو يشك أن أنجيليكا وراء هذا الأمر وطلب منها أن تبتعد عن ماري. في تلك الأثناء كان ليو وأصدقائه يتحدثون حول زواج أحدهم بفتيات غنيات ويقولون أن من تبقى هم الأسوأ وقد انتهى أمرهم. بعدها سألوا ليو عن حفل الشاي الخاص به، ليجيبهم بأنه كان فظيع، أرسل الدعوات لكن لم يأتي أي أحد. بعدها ذهب ليو للمكتبة وهناك التقى أوليفيا وتحدث حول التنمر الذي تعيشه ماري مؤخرا. بعدها سمعوا بعض الهمس وذهب ليو لينظر من هناك لأنه يعلم أنها ماري، ولما وصل صدموا لأن ماري لم تكن مع الأمير بل مع أحد أصدقائه، لكن ليو وأوليفيا اختبأوا بسرعة. بعدها ماري كانت تتمشى في داخل المدرسة وتقول بأنه منذ أن غضب الأمير على أنجيليكا لم يعد أحد يتنمر عليها. بعدها صادفت الأمير يلي سألها هل تمتلك خدم، لتجيبه بأنها تعاني من ظروف مادية، ليقول الأمير أنه سوف يدفع مقابل ذلك، فلا بد من أنها تشعر بالوحدة بدون خدم. لتقول ماري مع نفسها سوف أحصل على عبد بشري حقا، أنها استمتع حقا في هذه اللعبة لعبة الأوتومي. في تلك الأثناء أنجيليكا سمعت بالخبر ولم يعجبها لأنه حتى هي لا يسمح لها بأن تحصل على عبيد شبه بشري. بعدها جاءت أخت ليو كالإعصار وأفاقت من النوم، بدأت تتحدث له عن الأحداث الأخيرة التي حصلت مع ماري اللي هو يعرفها أصلا. بعدها سألت هل هو متورط مع الأمير في مشكل، ليقول لها بأنه لا مشاكل بينه وبين الأمير، لتقول له بأن الأمير سوف يحكم يوما ما، لهذا لو ربح استحسانه سوف يكون هو الرابح، لكن لو أغضبه سوف يعاقب بشدة. بعدها غادرت ليقول ليو لقد مر الفصل الأول بسرعة وكل ما استطعت فعله هو استضافة حفل شاي وزيارة ديماس. بعدها بدأ حفل نهاية الفصل الأول، وليو وأصدقائه قالوا بأن الكثير من النبلاء وجدوا زوجاتهم في مثل هذه الحفلات، لهذا واحد اثنان ثلاثة انطلاق. لا هو صراحة لم يقول واحد اثنان ثلاثة، بس أنا ضفتها لتبدأ الرحلة البحث الغبية والتي كانت مأساوية. تم رفضهم وضرب. بعدها جاءت أوليفيا عند ليو وقالت له أن هناك مشكل يحدث مع أنجيليكا، هي الآن تواجه الأمير وماري بسبب أنها شاهدت ماري تمسك يد شخص آخر لم يكن الأمير. لتقول أنجيليكا هذه المرأة متورطة معكم جميعا، ليجيبها أحد أصدقاء الأمير نعم نفهم هذا الأمر، فهي قد أنقذتني بالاستماع لمشاكلي لذا أريد حمايتها. ولم يكن الوحيد الذي قال ذلك، بل كل أصدقاء الأمير قالوا أنهم يحبونها. ليتقدم الأمير وقال بكل فخر لا أنا أكثر من يحب ماري. في هذه اللحظة كل الفتيات في ذلك القصر مصدومون ويرقصون من الفرح والغيرة. في هذه اللحظة لو كان بيدي لجمعت كل القصر هوب في النفايات، بس ما علينا. بعدها أنجيليكا نزعت قفازها ورمت بوجه ماري تقصد به التحدي. بعدها الأمير قال لماري أن تحمل ذلك القفاز سوف يكون هو بطلها. بعدها تدخل القمامة أصدقاء الأمير وقالوا أنهم لن يسمحوا للأمير بخطف الأضواء وسوف يشاركون أيضا، لكن أنجيليكا تخلى عنها الجميع. من سوف يقاتل الأمير وأتباعه؟ في هذه اللحظة تذكرت أن أخت ليو قالت له لا تسبب المشاكل للأمير، وتأكدت أن ليو هو يلي راح يقاتل قبل ما أكمل الحلقة. في تلك الأثناء كان ليو يقول أنا وأنجيليكا لسنا أصدقاء مقربين، لكن لماذا أشعر بهذا الشعور؟ بعدها تقدم وقال أنا حقا أكرهه. والله ليو طلع أسطورة وذهب لعند أنجيليكا وقال لها أن تقبل به كبطل لها، لتقول له أقبل بذلك. بعدها ليو قال مع نفسه لقد قلت للوكسيون أن يتحرى عن ماري وهي ليست من هذا العالم، لقد تنبعتها مثلي. بعدها قال للأمير ما هي مطالبكم عند الفوز بالنزال، لتقول ماري بأنها تريد من أنجيليكا ألا تتعامل بقسوة معها مرة أخرى وألا تتدخل في شؤون الأمير، ليقول ليو أنها لم تنسخ الحوارات بالشكل الصحيح كما جاءت في اللعبة. بعدها أنجيليكا قالت لو فزنا سوف تبتعد ماري من الأمير. بعدها ليو اقترح عليهم أن يكون النزال على شكل مواجهة في 5 جولات وقد وافقوا على ذلك. بعدها ماري في غرفتها غاضبة بسبب تدخل موب في خطتها، لكن هي لا تعرف أن ليو تنبعته مثلها. في تلك الأثناء ليو كان يصلح أخطاء أصدقائه لأنهم خربوا غرفة ليو بحيث كتبوا في الجدران وخربوا بعض الصور طبعا بدون إرادتهم، تم
أخبارهم على ذلك، لتقول أنجيليكا لليو أن ينسحب، ليقول لها سوف تخسرين ماء وجهك، لتقول له ألم يخرب غرفتك، أما أنا سأكون بخير، لا داعي لكي تعاني أنت. ليقول لها ليو صحيح أنهم 5 أقوياء، لكن ذلك بمعايير الأكاديمية فقط. بعدها في اليوم التالي في حلبة النزال، ليو جهز نفسه للقتال وأوليفيا جاءت لكي تشجعه، ولما دخل للحلبة وجد الأمير وأصحابه ينتظرونه بعمالقتهم. لتقول أنجيليكا لليو أنا لا أرى مدرعك، ليقول لها ليو سوف يصل الآن. بعدها نزل من السماء مدرع الخاص بليو وهو عملاق، وبدأ الكل بالضحك على شكل المدرع الخاص بليو، لأنه عادة يتم تصنيف المدرعات حسب رشاقتها وسرعتها، والمدرع ليو كبير جدا عكس مدرعات الأمير وأصدقائه التي هي أقل حزما والتي تبدو أكثر رشاقة وسرعة. لتنتهي الحلقة الثالثة من أنمي لعبة الأوتومي. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، وملتقنا في المقطع القادم. لمعك النجم ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الاقوى فيهم لا يمكن انهزم ابدا. غوجو وجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل لثارة، لعلة تداس بقوة جبارة. لمعك النجم ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الاقوى فيهم لا يمكن انهزم ابدا. غوجو وجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل لثارة، لعلة تداس بقوة جبارة. لمعك النجم ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الاقوى فيهم لا يمكن انهزم ابدا. غوجو وجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل لثارة، لعلة تداس بقوة جبارة. لمعك النجم ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الاقوى فيهم لا يمكن انهزم ابدا. غوجو وجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل لثارة، لعلة تداس بقوة جبارة. لمعك النجم ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الاقوى فيهم لا يمكن انهزم ابدا. غوجو وجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل لثارة، لعلة تداس بقوة جبارة. لمعك النجم ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الاقوى فيهم لا يمكن انهزم ابدا. غوجو وجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل لثارة، لعلة تداس بقوة جبارة. لمعك النجم ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الاقوى فيهم لا يمكن انهزم ابدا. غوجو وجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل لثارة، لعلة تداس بقوة جبارة. لمعك النجم ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الاقوى فيهم لا يمكن انهزم ابدا. غوجو وجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل لثارة، لعلة تداس بقوة جبارة. لمعك النجم ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الاقوى فيهم لا يمكن انهزم ابدا. غوجو وجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل لثارة، لعلة تداس بقوة جبارة.